نروح لنجمنا الكبير محمد صلاح، وكانت مباراة على المستوى ليفربول، كانت مباراة مهمة جدا جدا ليورجن كلوب ولكل جماهير ليفربول ولينا كمان على مستوى تشجيعنا لمحمد صلاح مع اياكس. شايف المباراة ازاي، وهل فوز مستحق لليفربول؟ شوف، هو فوز مستحق، لكن انتهى التعادل ما كانتش هتبقى مفاجأة، يعني لان طبعا الهدف جاء وقت متأخر، ده 89. هو البايرن، عفوا ليفربول، واجه نفس المشاكل دي في الدور الانجليزي، يمكن اعربها مثلا ماتش ايفرتون، كان لحد اخر دقيقه، كان يمكن الدقيقه 92 صلاح كان ليه كوره حطها كده، يعني جت في العارضه، كان ممكن لو سجلت كانوا فازوا، ولكن المباراه انتهت التعادل. برضو نفس الامر، ما زال فريق ليفربول عنده مشاكل، برضو ما زال عنده مشاكل في وجهه نظري، مشاكل عدم الانسجام، يعني بعيد عن المشاكل الدفاعيه بقى، لكن النقط الدفاعيه عن السنه امبارح فريق اكس اول امبارح فريق اكس كان يقدر يسجل الفوز في اي وقت، وكان عنده فرص قوية جدا او قريبة جدا من التهديف، ضيعها بغرابة شديدة، كان يقدر يفوز على 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 ليفربول على ارضه. يعني اياكس فرط في الفوز امام ليفربول. انا شايف ان هو كان يقدر يفوز، مش بس يخسر، يعني مش يخسر كان يتعادل، لا كان يقدر يفوز، لكن هو اهدر الفرصة، عمل زي برشلونة كده، اهدر الفوز فتلقى الخسارة. يعني ثلاث نقاط كانوا مهمين جدا بالنسبة لاياكس في صراع برضو البطوله دي، المجموعه دي، لان معاهم طبعا نابولي شارخ. طب انا عايز اقف عند الارقام دي برضو محسن، وعايز اخد رايك حتى في موضوع ساديو ماني وعدم تسجيل بغزاره بالنسبه لليفربول، كان دايما بيكسب الاربعه والخمسه. صحيح. 13 فرصه لليفربول سجل منها هدفين. هل ده راجع زي ما انت بتقول عمليه نفسيه، عدم الانسجام، ما حدش عوض غياب ساديو ماني او انت شايفها ازاي؟ وجود ساديو ماني، عشان بس الناس كتير بتقول ان هو غاب على الفرقه فاثر عليها، طبعا ياثر، لان يعني الناس فاهمه بعضها، كان هو في وقت من الاوقات كان هو وفيرمينو وصلاح كان المثلث بتاع ليفربول، خلاص الناس بتفهم بعضها من غير ما تبص لبعضها، ده مش موجود دلوقتي. النهارده في نونيز، في دياز، في جوتا، مش فاهمين بعض قوي، يعني لسه اول ما ياخدوا على بعض خلاص الموضوع. عشان كده يمكن يورجن كلوب قال احنا الوقت جاي، لسه لما يحصل الانسجام هيجي. رقم تاني 20 محاولة على المرمى، 20 محاولة على المرمى، ما بينها 9 ما بين القائم والعرضة، في مقابل فرصتين لأمستردام قدروا يسجلوا فيها. اصل المحاولات على المرمى دي انك بتوصل للثلث الاخير. ايوه بالظبط. وبالتالي ما عندكش بقى اللي بيس، ما عندكش هو هلند. ده عشان هو ده من الاخر، يعني اللي بيخلص، يعني ما عندكش اللي بيخلص باي حاجه، ده زي هالاند كده، لان ده المثال الابرز دلوقتي. طبعا مشكله في ليفربول، ما زلت بقول برضو زي ما المدرب قال، ان هي في وجهه نظري انسجام، لان يعني انا مش لاقي لها حل، يعني مش لاقي لها سبب، لان هو يعني مش معقول، يعني شيلنا ساديو ماني فالدنيا كلها تبوظ، اصل مش معقول، يعني ده ميسي، مع احترام لقبه ميسي، لما اتشال طبعا اثر على الفرقه، بس الفرقه لان كلها كانت ضايعه، ما كانش ميسي بس، لكن النهارده الفريق مثلا بتاع برشلونه واقف على رجليه وهو ما فيهوش ميسي، لكن النهارده غياب بس ساديو ماني، لان كان اللعيبه كانوا فاهمين بعض، وراجل متاقلم مع الفرقه بقاله كام موسم، 6 7 مواسم، لكن الجداد لسه برضه، لونيز لاعب لسه شاب، لسه ما خدش برضه على الفرقه، لما ياخده مع الوقت، بس يعني مطلوب يكون ده سريعا، لانه الليفر فقط مفيش وقت، والفرق ديت اي نقطه بتاثر فيها. طب عايز اخدك، كان مهم جدا محمد صلاح يسجل في هذه المباراه. بالظبط، ده مكسبنا بقى احنا الوحيد، لان هو مهم انه يرجع للتسجيل تاني، لان هو مع صلاح معودنا لما بيبدا الدور الانجليزي بينافس من الاول على لقب الهداف، لكن هو تراجع جدا، هدفين في الدور الانجليزي مقابل 10 للدهيه هالاند، خلاص هو راح ابتعد بعيدا تماما عن الجميع، يعني مش صلاح بس، كمان في دور الابطال كان يهمنا، لان صلاح دلوقتي مش هنقول بقى ليفربول ياخد دور الابطال، لا يعني الكلام ده سابق لوانه. بتستبعده خلاص ليفربول؟ لا ما اعتقدش بالرغم ان احنا لسه في الجوله الثانيه، لسه بس واضح انه بيعاني، بيكسب بصعوبه والدنيا عنده صعبه قوي. وبعدين ما تنساش ان هو تلقى هزيمه هي الاقصى من، يعني ليفربول ما اتغلبش من سنه 1966، من ساعه ما اتغلب من اياكس 5-1 في البطوله، اتغلب 4-1 من نابولي في الجوله الاولى. فدي هزيمه من سنه 66، يعني برضو بتدي لك مؤشرات كده، يعني الدنيا السنه دي صعبه عندهم. ارقام اللي قدامنا لصلاح، طبعا محاولات، 3 محاولات على المرمى، منهم احرز منهم هدف، تمريرات صحيحه 30 تمريره منهم 24 صحيحه، نسبه كبيره جدا، وتمريرات بينيه 2، والمراوغات 4 منهم واحده صحيحه. ما زال لسه الارقام مش على مستوى محمد صلاح. وده مش راجع لمحمد صلاح، ده راجع زي ما انت بتقول لعمليه الديناميك داخل الفرقه لسه
ما دخلتش. احنا عايزينه بس يسجل عشان يتخطى رقم دروجبا. دروجبا طبعا اكتر افريقي مسجل في دوري الابطال 44 هدف كده، صلاح 37 باقي له 7 اهداف، فعايزين يعني يرجع لعادته بقى وهاتريك وجونين هنا، لان دوري الابطال ده كان دور المجموعات ده كان بيبقى فيه 6 ماتشات كان صلاح بيغربل الدنيا كلها، يسجل له 7 8 اهداف، فعايزينه يتخطى يعني ده يبقى اللي خدنا حاجه يعني من دوري الابطال السنه دي، يعني يخش يضرب الرقم. قررت ليفربول دلوقتي بس نشوف ترتيب المجموعه، اعتقد دي كانت المجموعه الاولى، نشوف ترتيب المجموعه الاولى بعد الجوله الثانيه والتصدر ليه. انا شايف انه مفاجاه ان تصدر نابولي لهذه المجموعه بست نقاط من مباريتين، اياكس في المركز الثاني 3 نقاط مع ليفربول بنفس عدد النقاط، وجلاسكو رينجر في المركز الرابع. شايف الترتيب كما هو متوقع؟ لا منطقي، منطقي طبعا، منطقي بالنسبه للمباريات، لكن قبل يعني لا قبل طبعا ليفربول الاول ليفربول الاول، لكن بعد الجولتين التانيين ان يبقى نابولي الاول، وهو بالمناسبه يستحق تماما، عنده مدرب داهيه لوشانو سباليتي، يعني حتى سباليتي كان ليه تصريح بعد المباراه قال لك احنا الامور تسير كما يعني تسير في الوضع الصحيح، الشخصيه هي ما تفرض نفسها، فعلا هو شخصيته مدرب قوي جدا.